أكثر من 5 ملايين عامل وعاملة فقدوا أعمالهم في اليمن نتيجة الحرب السعودية. يتذكر العمال مآسيهم في عيدهم العالمي، والبطالة قد شملت 65% بينهم. 65% تقريبا بطالة، يعني زادت البطالة بسبب الحصار وبسبب العدوان، وأكثر من 17,000 ما بين جريح وشهيد يعني بسبب العدوان. طبعا الحصار أثر بتأثير بشكل كبير جدا على عمال اليمن. انخفاض حاد في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي اليمني بعد 6 سنوات من الحرب، وزيادة في نسبة الفقر إلى 80%، ناهيك عن خروج معظم المصانع والمؤسسات عن الجاهزية وتسريح العمال. استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية مما أدى إلى خروج معظم المصانع والمؤسسات عن الجاهزية وتكدس البطالة وفقدان العمال والعاملات أعمالهم ومصادر أرزاقهم. انقطعت الرواتب عن 1,200,000 موظف يمني بعد نقل البنك المركزي إلى عدن منذ سنوات، لتأتي المشاريع الصغيرة نقطة تحول للتخفيف من وضع العمال والعاملات اليمنيات ولو قليلاً. المرأة العاملة لأنها تعتبر ربة البيت وهي المدبرة في البيت، فبدأت تفكر وتدبر وخرجت من نطاق العمل المحصور في ضمن مؤسسات أو شركات، فبدأت تعمل لها مشاريع خاصة سواء في المنازل سواء في خارج العمل، تقود مشروعها بنفسها. معاناة قاسية يعيشها عمال اليمن في عيدهم، ويتحمل التحالف السعودي المسؤولية بعد خروج معظم المؤسسات اليمنية الصناعية والإنتاجية عن الجاهزية وتكدس البطالة. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.